السلام عليكم. معي ضيف حاب يشوفك. تستقبلينه في بيتك ولا؟ تتوقع ان بتقول لابوي؟ انت بس اهدى ولا تتوتر. وخير يا طير، خلها تعلم ابوك. وانا المشكله يعني؟ شلون وين المشكله؟ الحين ابوي يحسب ان انا متفق معها. شفت شلون؟ كل ما احاول اطلع نفسي من المشكله اطيح بمشكله اكبر. صدقتيني الحين؟ بس خلاص اسكت الحين، خلنا نشوف. شوفي ديما، رغم كل الجنون حقك والفضيحة اللي سويتيها في بيتنا، بس قلبي يرفض الظلم. تحكي عن الظلم كأنك تعرفيه. ما حد فينا ظلمك، أنت اللي تصرفتي بشكل غلط. دخلك أنا بشغلة توت. بصراحة أنا جاي أوضح لك إن أنا ما لي علاقة باللي صار، ولا أنا اللي قلت لأبوي. أنا بعرف إنه مو أنت اللي خبرت أبوك ومنصور اللي خبره، بس دخلك شو فرقت؟ أكيد أنت خبرت منصور لأنه ما في غيرك كان بيعرف. صدقيني أنا كنت أتكلم مع فهد عادي، منصور سمعنا بالصدفة. شو فرقت بالله؟ كنت أكيد عم بتخطط أنت وفهد شو كنت عاملوا لي مصيبة ولا شي مؤامرة علي. ديما، أنت يوم جيتي بيتنا ما عطيتي أحد فرصة إنه يتكلم ولا حتى يتنفس. عشان كذا أنا جيتك في بيتك أكلمك عشان تسمعيني بهدوء. شو المطلوب مني هلا؟ اللي أبيك تعرفينا وتفهمينا زين، إن حنا مو أعدائك وعمرنا ما كنا ضدك، والولد اللي في بطنك ولدنا. وبيك تعرفين إن بيوتنا مفتوحة لك، بس إذا دخلتي بالأصول بالاحترام نشيلك على راسنا من فوق ونخليك معززة بكرمة. دخلك ابنك بيعرف بهي الزيارة اللي جايينها لعندي؟ ولا أكيد جايين من دون ما يعرف؟ اللي جابنا عندك ضميرنا، وضميرنا ما يحتاج لتوجيه من أحد. ست مزنة، كنت بتمنى ضميرك يخبرك إنه كان لازم تجيبي ابنك معك، مو حفيدك اللي جاي يحكي لي كلام تبع أنا حكيت وما حكيت. أنا ما بيهمني مين يلي حكى، بتهمني النتيجة. صدقيني لو كنتي جايبتيه معك لماجد كنت حطيت لك زيارتك هي جوا عيوني وعلى راسي.